بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أيامكم ولياليكم بذكرى مولد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. على الأطلال لا تبكي انتحابا، على الأطلال لا تبكي انتحابا، ولا تنظم ملاما أو عتابا، فما عهد الديار وإن أطالوا حديث البث أن تعطي جوابا، سوى دار بها الأملاك حلت وأبقت في جوانبها زغابا، ديار للنبي وخير آل بها ذكر الإله بنى قبابا، عليهم من جلال الله ثوب وتطهير تعذر أن يعابا، إذا انتسب الخلائق يوم فخر، إذا انتسب الخلائق يوم فخر، فما أعلى من الهادي انتسابا، وإن ذكرت مناقبهم لقوم أسالت من قرومهم اللعابا، كبيرهم على العلياء يعلو ومنه العلم ينسكب انسكابا، وأصغرهم كجمر إن تراءى لذي الشنآن يلتهب التهابا، حباهم ربهم من كل فضل، حباهم ربهم من كل فضل، وأنزل في مودتهم كتابا، هم للذكر عجل قال طه، وملجأكم إذا ما الخطب نابا، فيمم إن نزلت بساح ضيم، فيمم إن نزلت بساح ضيم، مشاهدهم ترى العجب العجابا، بإذن الله يدفع كل هم، وحق الضيف فيها أن يجابا، ودونك ما ابن حبان حكاه، ودونك ما ابن حبان حكاه، إذا لشدائد صار انتهابا، فلم يلقى ملاذا غير قبر بطوس فوقه شادوا قبابا، لعالم آل طه وابن موسى ومن ورث النبوة والكتابة، فإن كتمت فضائله عنادا فذكر الله يأبى الاحتجابا، هو المولى الرؤوف ومن لديه تنزل رحمة البار انصبابا، أنيس النفس، أنيس النفس إن تنزل حماه فلست ترى بساحته اغترابا، به رزق الأنام وحفظ كون ولولاه ترى الدنيا يبابا، ولست أرى ليوم الحشر زادا أؤمله إذا ما الرأس شابا، سوى أني بحبهم أسير، وذا والله أرجحها ثوابا، وذا والله أرجحها ثوابا، وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد.